مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة مثل ما تعرفون تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم ثاني موجود في برج السرطان، لكن أنتم اللي لازم تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. أوكي، هاي القراءة راح تكون أغلبها عن الحياة العملية وأيضا فيها جانب عن الحياة العاطفية. أوكي، وفي نهاية القراءة راح ننظر إلى المفاجأة اللي راح تكون موجودة. أوكي، برج السرطان أول جانب نشوفه في الحياة العملية هو جانب الأموال. خلينا نشوف. ملكة السيوف. أوكي، ستة الخماسيات. برج السرطان هني يقول لك بخصوص أموالك، راح تأتيك أموال. هي مو مسألة إن ما راح تأتي، بما أن عندك ملكة يعني راح يكون عندك خلال هذا الشهر نوع من الدخل الأقل المستقر، ما راح يزيد وايد ولكن راح يكون مستقر، لأن عندنا رقم ستة، لأن الدخل اللي تحصل عليه راح في نفس الوقت عشان يتكاثر عشان يزيد مع الوقت لازم تحطه في المكان الصحيح، تستثمر الاستثمار الصحيح اليوم عشان بعد شهر شهرين سنة سنتين يصير عندك المبلغ اللي انت تحلم فيه مثلا. هاي النوع من الطاقة، لان عندنا هني ملكة السيوف محتاج الحكمة. اوكي، محتاج ان انت تستخدم عقلك، محتاج ان انت تكون وايد حذر في طريقة استخدامك لدخلك خلال الشهر الاشهر القادمة عشان تحقق اهدافك المالية، لان عندنا هذا الكرت اللي يقول ان الفلوس اللي راح تدخل ايضا لازم تطلع، لازم يصير عندك دورة تكاثر للاموال. اوكي، خلينا نشوف الحين الوظيفة. عندنا كرت برج الأسد، كرت القوة. في وظيفتك محتاج إن أنت تظهر الجانب الجاد منك أكثر في الفترة القادمة. أوكي، تظهر الجانب اللي يقدر إنه يتحمل ويصبر. إنزين، إذا كان عندك أي شكاوي، أي مقترحات للتحسين، أي شيء حتى، حاول إنه تسيطر عليها في الفترة القادمة. أنا أحس إن جو العمل ما راح يكون متقبل أفكارك ومقترحاتك في الوقت القادم وحتى لآرائك. إنزين، هذا أنت هني فارس الأرض تقدم مقترح، فحاول إن أنت حتى لو ما كان عجبك وضعك في الوظيفة ولكن تصبر. إنزين، تقاوم رغبتك في الكلام، تقاوم رغبتك في التعبير، مهمة من أجل استقرارك الوظيفي في الفترة القادمة. خلينا نشوف المشاريع. ملكة الأرض. أوكي، لما أشوف هاي الملكة أحس أن حتى لو توفرت عندك المادة، إذا أنت في مشروع أو مقبل على مشروع محتاج تدرس كل الجوانب أكثر مما درستها، محتاج أن نظرتك تكون جدا حيادية وشاملة عن الموضوع قبل ما تدخل في المشروع، مثلا لأنك تحبه أو لأن عندك رأس المال. لا، محتاج تجمع معلومات أكثر. إنزين، تجمع معلومات أكثر وفي نفس الوقت تعيد استثمار الدخل اللي دخل لك المشروع في المشروع نفسه، إعادة الاستثمار، لأن إذا ما طورت من مشروعك ما راح ينمو. هني عندك مرحلة نمو، أنت مو مرحلة أن كل الأموال اللي تأتيك تأخذها وتحطها بجيبك، لا، لازم تخصص مبلغ محترم من أجل إعادة الاستثمار في مشروعك أو توسعته أو تطويره. تطوير، تغيير أيضا. خلينا نشوف الدراسة. أربعة الأكواب. أوكي، الخماسي الأول، كأنما راح تأتيك فرصة في المستقبل أن أنت تكمل دراستك أو تدخل يمكن حتى نوع من التحدي، المسابقة. إنزين، هنا عندنا أربعة الأكواب، مجال في إبداع أكثر في الدراسة
ولكن انت كأنما هني احسك مشغول بالامور العملية، تقول ما راح اشارك. ممكن تكون مسابقة وطنية او تحدي على مستوى الدولة، وانت هني تقول لا المسابقة ما راح تضيف الى درجاتي، او انا عندي اوريدي انا اعمل بالاضافة الى الدراسة، ما اريد اني اشتت تركيزي. اشوفك هني كأنما راح تختار انك تركز على الدرجات وعلى ايضا العمل، الاموال، الرزق، واي شيء، وان كان في شهاده زياده، وان كان في مثلا تفوز بجائزه، احسك في الفتره القادمه ما راح تكون متشجع ان تخوض في هاي المغامرات، وراح انت تعتبر ان في استثمار افضل لوقتك وطاقتك. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. عجله الحظ. انزين إذا أمورك متوقفة عزيزي برج السرطان من أجل بخصوص البحث عن عمل في الفترة القادمة، راح شو أقول لك، أحسك هني أنت حاط عينك على وظائف معينة تتمناها لنفسك. الوظائف هذه لحد الآن ما فيها شواغر، مغلق فيها الباب، ولكن قريبا راح يفتح الباب من أجل وظائف مختلفة أو شواغر مختلفة. مثلا إذا أنت مصر انك تشتغل في المحاسبة، فراح تأتيك فرص عمل ولكن في مجال مثلا التسويق، شيء مختلف عن مجالك. اوكي، فراح يتغير الحظ وراح ينفتح لك باب، بس مو نفس الباب اللي انت انتظره وتتمناه، باب مختلف. محتاج انك تكون مرن. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك. طبعا الجانب العاطفي من القراءة راح يكون عام، مش مخصص للمنفصلين او المرتبطين. اوكي، خلينا نشوف توافقك مع الشريك او الشخص اللي في بالك خلال هذا الشهر. الكوب الاول، وتحت عندنا الغصن الصغير. شريكك في الفترة القادمة، عندنا هنا طاقة الابراج المائية حوت، عندنا هني الأبراج النارية، إنزين أسد، حمل، وقوس، وهني عندنا حوت، عقرب، سرطان. إنزين في الفترة القادمة طبعا اعكس القراءة باللي تحس إنه يناسب وضعك مع الشريك. هني لا، أنا أحسه إن أنت مشاعرك قاعدة تتدفق من أجل شخص جديد، ابتدى ينبض قلبك شغفا، مو شرط حبا، شغفا، اهتماما بشخص جديد قادم إلى محيطك، إلى محيط العمل، إلى محيط الدراسة، إلى محيط الأسرة، التقيت فيه صدفة ولكن لفت انتباهك هذا الشخص. إنزين لم أن صار الوضع أو رح يصير اللقاء بينكم في وقت أنت أبدا مش متوقعة. إنزين، أو إذا كان أوردي عندك شريك أو عندك شخص حاطه في بالك، ففي شخص هني رح يكون منغلق عن الحب ولكن يبي يفتح باب للتواصل بينك، يبي يتواصل معك ولكن مو مستعد انه على طول يقفز الى الخطوة الكبيرة اللي فيها حب، او ما خلينا نقول احنا ما يوافقك على مستوى المشاعر. المشاعر هو عنده غصن صغير، الغصن الصغير اللي هو يكون الشغف، الاهتمام. انت عندك الكوب الاول، كوب الحب، كوب الهيام، ففي اختلاف، او هو عنده. اعكس القراءة، اعكس وخذ الجانب اللي يناسبك. انزين، واللي ما عنده شريك يعني العزاب، خلي ينتظرون مواصفات الشخص القادم في طريقك، هاي القراءة راح اسويها بعدين. خلينا نشوف الحين الصحة يا برج السرطان. الفارس الارض، اوكي، عندنا هني سبعة الاكواب. أحس هني إن بعضكم يحاول أن يؤجل موعد كشف في المستشفى، موعد فحوصات، أو حتى موعد عملية. دائما يتعذر إن الوقت مش مناسب لي، دائما يتعذر إن ما له داعي، يمكن أطيب بروحي، يمكن أصير زين بدون ما أحتاج للعملية، بدون ما أحتاج للدكتور. في أحد منكم هني يا برج السرطان ما يحب دخلة المستشفيات، إنزين، وساعات ترى تشوفوا في قانون الجذب، إذا الموضوع ما كان صحيا خطير يسبب خطر مباشر على صحتك، إن احنا نشيل اهتمامنا عن العوارض
التعب، الإجهاد، العرق، المشاكل اللي هني تخص النوم. أحس هني مشاكل تخص النوم لما نشيل اهتمامنا، ما نركز فيها وايد، نركز في شيء ثاني، نركز في الحياة العملية أو في الحياة بشكل عام. هني نشوف المشكلة مع الوقت تبتدي تخف. ما هي إلا أعراض زين نتيجة التغييرات اللي احنا قاعدين نمر فيها بالعمل. مثلا العمل قاعد يأثر عليك يا برج السرطان، ياخذ من صحتك، يخليك مثلا ما تنام في الليل. انزين خلينا نشوف اخر شيء، الامور القانونية او في النظام القضائي. عشرة الاكواب ان شاء الله خلال شهر، لان هذا رقم 10، خلال شهر 9 راح يأتيك خبر جميل ان قريبا راح يكون في، اللي هو في شهر 10 راح يكون في نطق بالحكم النهائي، نطق راح يرضيك. اوكي راح يكون، ما بقول لك الى صالحك 100%، الى صالحك على قد ما انت لك حق، يعني راح تاخذ حقك بهاي الموضوع، راح تاخذ حقك بخصوص احتمال كبير شيء يخص الاسره، محكمه الاسره، تاخذ حضانة الاطفال عندك. زين خلينا نشوف الحين عزيزي برج السرطان شنو راح تكون طاقة التحدي او الاستفزاز لك خلال شهر سبتمبر. ساكرفايس بالضبط، مثل الطاقة اللي حسيتها هني في البداية برج السرطان، ان انت في الفترة القادمة في امور، عندنا هنا بعد كارت الأسد، التحدي لك خلال هذا الشهر ان تعرف تشيل اهتمامك من الأمور اللي مو عاجبتك، مو مقتنع فيها، في الأسرة، في العمل، في الزواج، وتصب اهتمامك على الشيء اللي عاجبك. لأن أحس خلال شهر سبتمبر بالنسبة لكم أنت يا سرطانيين التغيير ما راح يكون سهل، والتغيير ما راح يكون متعاون معاك، ما في هني طاقة تغيير، في طاقة هذا هو الوضع الحالي، حاول أنت أن تتأقلم معايا برج السرطان. أوكي محتاج أنك تضحي، وإن كان أن اللي تتمناه مو كله راح يصير خلال شهر 9، ولكن أنت على الطريق الصحيح تبتدي تجهز نفسك أن إذا اليوم ما قدرت أتكلم، اليوم ما قدرت أعبر، بكرة راح أقدر. مو لازم كل شيء أسويه الحين، مو لازم اقول كل مشاعري الحين، لا، طاقة ان انت تمسك نفسك، هذا هي التحدي الاكبر لك خلال هذا الشهر. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك، الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هالشهر. اوكي هاي الكرت انقلب، The World Lord، بالضبط اللي ما تقدر تقوله، اللي ما تقدر تسوي هنا في هذيك الطاقة لأنها تحدي، اللي ما تقدر تعبر عنه اكتبه، لأن عندك لورد أو سيد الكلمات، اكتبه، اكتبه عشان ما تنسى بينك وبين نفسك. أول شيء تطلع الطاقة من قلبك، مو صحي إن أنت تخلي المشاعر أو الرغبة معينة تحبسها وما تنبض فيها، فعلى الأقل تاخذ ورقة وقلم وتدون، تدون الأشياء اللي صارت، الأشياء اللي ضايقتك، الأشياء اللي تبي تغيرها عقب فترة، يا هي بتتغير بروحها، يا هي بتختفي، يا بتيك الفرصة المناسبة إذا صبرت هني وقاومت الرغبة للكلام، بتيك الفرصة المناسبة إن أنت تتكلم ولكن يصير كلامك مسموع. لما أشوف أيضا هذا الشخص دائما أحس إنه قبل ما تتكلم راح تحتاج طاقته، لأن طاقته هي التنظيم، لما إحنا نكتب نخطط ونرد نشخبط ونرد نكتب، هني احنا ننظم افكارنا، ننظم طاقتنا، نقول لا ما راح اقول بهالطريقه، راح اقول بهالطريقه. طاقه اعاده التنظيم راح تكون لصالحك وتعينك خلال هذا الشهر. وخلينا نشوف اخر شيء المفاجاه لك يا برج السرطان. اوكي ذا امبرس، شيء من جانب الامومه. اوكي الامبراطورة، هذا عندنا كارت برج الميزان وايضا الثور. هدية راح تأتيك من شخص، من شخص ما تتوقعه، او من شخص
ما توقعت انه راح يذكرك في مناسبة معينة. حمل، حمل ايضا، اوكي. خبر من جانب الام، خبر جيد، يمكن امك تتصل فيك وتعطيك اخبار جميلة عن تغييرات جميلة راح تصير في حياتكم، تأثر عليكم كلكم، بس انت مثلا وباقي الاسرة. عزيزي برج الثور، لا سوري، يمكنك تتعامل مع برج الثور.